أكد معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملا أن الجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان على المستوى العربي والخليجي هي محل تقدير، مشيرا إلى أهمية دور هذه المؤسسات في إبراز الإنجازات العربية في مجال حقوق الإنسان والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت عناوين الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار معاليه إلى حرص مجلس النواب على فتح آفاق التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر مع كل الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان وبما يصب في أداء الدور التشريعي المنوط بالمجلس، ومؤكدا على أهمية التعاون البرلماني الخليجي في المجال الحقوقي خلال المحافل البرلمانية والدولية. جاء ذلك لدى استقبال معاليه وفدا من المفوضية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومجلس النواب في مملكة البحرين لتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي، وتفعيل الشراكة على النحو الذي يحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون. نظري البحرين هي جنة الحقوقيين في الحقيقة، لما شهدنا من تعاون مثمر خلال السنتين الماضيتين. قمنا عديد من المؤتمرات والعديد من النقاشات التي دارت بيننا وبين العديد من الشخصيات البحرينية حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وأعتقد توج هذا النشاط وهذه الجهود باتفاقية التعاون مع مجلس النواب لكي تكون منارة أو مركز إشعاع في منطقة الخليج والمنطقة العربية حول مفاهيم حقوق الإنسان. ولا شك أن توقيع مذكرة التفاهم هذا اليوم سوف تضيف الكثير لمجلس النواب وللأمانة العامة، خصوصا وأننا نحرص في مركز البحرين للتدريب البرلماني على توقيع مثل هذه المذكرات التي تسهم وتساند هذا المركز في يعني تقديم كل ما يتطلبه النواب والموظفين من دورات وورش. ولا شك يعني أن دور الفيدرالية في العمل الحقوقي سوف يضيف الكثير ممن يعني يتطلع للاستفادة من هذه الدورات.